بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مستر ياسر صديق. النهارده بتكلم في المراجعه النهائيه للصف الثالث الثانوي يير 3 سكندري 2020 2021 بارت 4 الجزء الرابع، دروس اونلاين، اعداد وتقديم ياسر صديق. المراجعه النهائيه الرائعه للصف الثالث الثانوي 2021 الجزء الرابع. النهارده بنتناول الوحده العشرة وال11 وال12، ان شاء الله كده اصلنا 13 و14 و15. وهنا المراجعه هنا يا مستر كلمات الوحدات وجميع قواعد المنهج. نبدا كده بسم الله. نمبر 1 تشوز ذا كوركت انسر، اختار الاجابه الصحيحه. نمبر 1 وي ار جوينج تو انترفيو، احنا هنقابل اوكي مقابله شخصيه. وي ار جونا تو انترفيو ذا فايف بيست ابليكانتس، ابليكانتس بمعنى متقدمين للوظيفه، فور ذا جوب ابليكانتس، ابليكانتس بمعنى متقدمين للوظيفه. نمبر 2 خالد تولد مي ذات هي هاد بلايد باسكت بول ذا دي بيفور. اولا يا مستر هنا ان حضرتك عندك كلمه تولد، بعد تولد لازم نحط ماضي. فين الماضي هنا يا مستر؟ هنا في تتابع ازمنه، بعد الماضي لازم نحط ماضي، خصوصا ان الجمله اوكي الجمله غير مباشر، جمله خبريه غير مباشر بربطنا بذات وبعد told لازم احط ايه؟ had played، ده ماضي تاني. طب ليه مستر ما حطتش was played؟ لا الجمله مبنيه المجهول. لو كان فعلا هنا يا مستر في هنا بس ده لو انا بدات الباسكت بول كنت ممكن افكر في was played او had been played. ايه الحل اللي عندي يا مستر هنا؟ حضرتك انا هستبعد plays مضارع وهستبعد has played، فالحل محصور بين had played was played. الحل خالد told me that he had played basketball the day before. نمبر 3 سميرة said that، سميرة قالت نفس الفكرة اللي فوق، بعد said that زي لازم احط ايه؟ ماضي. بعد said يا مستر لازم احط ايه؟ الماضي. فين الماضي اللي عندي هنا يا مستر؟ عندي هستبعد كان وهستبعد، هستبعد A وهستبعد D، هستبعد كان C وهستبعد هاف سين. فالحل يا مستر هنا محصور بين كود C وكود B سين. برضو يا مستر هنا الجملة بدأ فاعل فلازم احط كود C. امتى احط كود B سين؟ لو قال لي كايرو تاور اوكي، او قال لي مثلا هنا ذا طاقه، لو قال لي مثلا ذا سيري المدينه، او قال لي مثلا كايرو، يبقى اقول هنا الحاله اقول ايه؟ كايرو كود بي سين. لكن الجمله هنا مثلا الفاعل معلوم فلازم احط معاها كود سي، لان هنا حضرتك تاني قلت لك ان هنا عندك سد، بعد سد لازم تبقى زمن الفعل فين؟ في الماضي. نمبر 4 A lot of tourists stay at that hotel because it has a good reputation. Reputation بمعنى سمعة. Good reputation سمعة جيدة. الصفحة المقابلة 5 علا has a lovely voice، علا عندها صوت جميل and often sings in a choir، choir اللي هو الكورال لتر دي، بص كده على المربع اوكي تمام. نمبر 6 mother said that we could watch television after، بعد after في عدم وجود فاعل، في عدم وجود اسم او ضمير فلازم نحط ing، اذا بعد after finishing، after finishing our homework. امتى مستر كنت ممكن اختار had finished؟ لو حضرتك بعد after في I في he في احمد في عمر في كريم في زاد اي اسم هنا كنت احط معاه had تصريف ثالث، خصوصا الجمله مع ماضي. اذا الفكره يا مستر هنا بقول لك ان بعد after، بعد before لو مفيش فاعل اسم او ضمير لازم احط ing، after finishing بعد الانتهاء. نمبر 7 محمد told me that he had had a busy morning. يا مستر هنا حضرتك الجملة دي طبعا غير مباشر، جملة خبرية ربطنا بكلمة ذات. انا يا مستر بحط بعد بحط هنا حط اخترنا طول، ليه اخترنا طول؟ لان بعد طول بحط اسم او ضمير اوكي. told me that، told me that الضمير يا مستر هنا مي، وبعد كده ربطنا بكلمة ايه؟ ذات. تمام كده يا اساتذة. نمبر 8 if you have a degree، لو معاك درجة علمية شهادة from a good university من جامعة جيدة، you will be very employable، ستكون قابل للتوظيف، فرصتك للوظيفة هتكون أكتر كتير. نقلب صفحة. نمبر 9 فاطمة is very conscientious، conscientious بمعنى عندها ضمير، لديها ضمير جدا. She always does her homework carefully، هي دايما بتعمل واجبها بحرص بدقة and on time وفي الوقت المظبوط وفي الوقت المحدد. نمبر 10 we inquired about، احنا استفسرنا about the price، عن السعر of a room، سعر الغرفة اوكي okay. at the hotel،
الأوتيل. يبقى we inquired about the price، استفسرنا عن سعر الغرفة في الأوتيل. 11 خالد has an appointment. appointment بمعنى موعد. to see a doctor at 4 o'clock. appointment موعد. 12 the company hopes الشركة تأمل that it's a new production will sell okay very well. okay production بمعنى إنتاج. production. 13 that asked me that طلبت مني whether we went to the park. عندي يا مستر هنا حضرتك قلت لحضرتك ده تبع أزمن. يعني حضرتك عندك asked وجملة استفهامية ربطنا بكلمة whether وبعد asked بحط الجملة فين في الماضي. فين الماضي اللي عندي went to the park. 14 the teacher wanted to know which exams I passed. الأستاذ كان عاوز يعرف أي اجتماعات أنا إيه اكتستها. I passed. 15 منال can speak very good English. منال تستطيع أن تتحدث اللغة الإنجليزية جيدة but she is not fluent. ولكنها ليست طلقة. ليست طلقة طلقة في اللسان. Okay. ليست طلقة اللسان. Okay. ليست فصيحة. Okay. She is not very fluent. 16 كريم promised that كريم وعد that he would phone us the next morning. الفكرة نفسها حضرتك دلوقتي الجملة برضو يا مستر ده كلام غير مباشر. اوكي وربطنا بكلمة ذات وهنا في promise the ماضي فلازم حط بعدها would will ايه والمصدر. امتى يا مستر حط will؟ والله حط will هنا لو في هنا ايه لو في هنا ايه مثلا tomorrow مثلا. اوكي هنا يا مستر حط would عشان ده تبع زمن. عندك promised لازم حط ايه بعدها would will ايه والمصدر. نقلب الصفحة. حنين said that Damascus. حنين قالت ان دمشق is the capital of Syria. حضرتك ده كلام غير مباشر. اوكي جملة خبرية ربطنا فيها بكلمة ذات ولكن يا مستر مع هنا في عند said فعل القول الماضي. والله المفروض مثلا بعد فعل القول الماضي بحط ماضي برضه طبعا زمنه. ولكن يا مستر هنا حقيقة مع الحقائق بنحط الفعل جوه اوكي بعد اقواس التنصيص. اوكي سواء كان في اقواس او ما فيش لازم نحط فعل الجمله فين في المضارع عشان ده حقيقه. حين قالت ان دمشق هي عاصمه سوريا. نمبر 18 هيستم سيد ذات ات وود بي هوت ذات داي. هنا يا مستر عند سد بحط بعدها ماضي لازم نحط بعدها ماضي برضو يا مستر تتبع ازمنه وود والمصدر. 19 if you have a headache لو عندك صداع you should get some medicine from the pharmacy. pharmacy يعني كيمست الصيدليه. 20 my uncle speaks Spanish. عمي يتحدث او خالي يتحدث الاسبانية because he once ذات مرة worked as the Egyptian ambassador. ambassador بمعنى سفير to Argentina. okay ambassador. الصفحة المقابلة يا مستر 21 نوال asked me where. حضرتك هنا جملة استفهامية استفهامية في كلام غير مباشر ربطنا بكلمة وير ولازم يا مستر هنا قدم حط الفاعل الأول لازم حط I الأول وبعد كده إيه التصريف الثالث. هات التصريف الثالث ده ماضي تام. حضرتك لو جينا نبص هنا على بي أنت عندك هاف الفعل متقدم غلط. هنا هاد الفعل متقدم غلط. هنا هاف الفعل متقدم على الفعل كله غلط. الفكرة يا مستر هنا لازم وأنا بحاول الجملة المباشر غير مباشر إلى من المباشر الى المباشر لازم احط الاسم الاول او الضمير وبعد كده الفعل تمام كده. يبقى نوال asked me where I had had dinner the night before. 22 I asked عماد whether he often wrote stories. asked يا مستر جملة استفهامية فلازم احط معها كلمة ايه whether اذا او لو. 23 my brother asked me if we asked ماضي لازم احط بعدها ماضي برضو if we went to the station. تمام تتبع ازمنه بعد اسكت زي ما قلت لك. اسكت ربطنا بكلمه اف جمله استفهاميه. اوكي تبدا بدبليو لا تبدا بدبليو اتش ده بنسميها مثلا جمله استفهاميه بجاوبها بيس او نو بربط بها باف وي ماضي. ليه حطينا ماضي عشان حضرتك عند كلمه ايه اسكت. 24 ماي جراند فاذر ليفت هيز هاوس غادر منزله تو ماي بيرنتس ان هيز ويل. ويل يا مستر بمعنى وصيه. ويل وصيه. نقلب الصفحة. 25 there was
there was a gale last night. عاصفة عاتية. And many buildings were damaged. والكثير من من المنازل اتلفت by the wind. Okay, بواسطة الرياح. Gale. Number 26. At what time does the sun set this evening? Set يا مستر يعني تغرب في المساء. خد بالك ان rise بمعنى تشرق في الصباح. 27. I have got a good idea. عندي فكرة جيدة. Why don't we لما لا play tennis this afternoon? A good idea. 28. There was a downpour this morning. And many of the roads flooded. Downpour بمعنى ان ايه بقى؟ بنقول مثلا نزول المطر اوكي بطريقة غزيرة. مطر منهمر. اوكي عشان هنا بقول لك في الاخر هنا the roads flooded غمرة المياه. الصفحة المقابلة مستر 29. The teacher was angry because two boys were talking throughout the lesson. كانوا بيتكلموا في خلال الدرس throughout في خلال الدرس أو في خلال الحصة. 30. My sister is not very sociable. أختي ليست اجتماعية. She doesn't like meeting new people. هي لا تحب أن تقابل ناس وناس جديدة. 31. The teacher told us that Russia, الأستاذ قال لنا إن روسيا is the biggest country in the world. هنا حضرتك دلوقتي ده برضو يا مستر كلام غير مباشر في الجملة الخبرية، ولكن أنا في الكلام غير مباشر يا مستر مع الحقائق لازم نحطه مضارع على الرغم من فعل القول طول. تمام كده؟ is the biggest country in the world. روسيا هي أكبر بلد في العالم. Number 32. ليلى says that she is ready now to go to the shops. هنا يا مستر عند فعل القول says كلام غير مباشر، ده فعل القول في المضارع لازم احط بعدها مضارع او مستقبل. المضارع اللي عندي يا مستر از ريدي. طب ليه ما اختارش از بينج؟ لا از بينج يجي بعدها فعل تصريف ثالث. تمام يا سادسه؟ نقلب الصفحه. 33. محمد داز ا لوت اوف تشاريتي ورك. محمد يفعل كثير من الاعمال الخيريه ان هيز نيبرهود في الجوار الجيره بتاعته في المنطقه بتاعته. 34. What grade did you get in your math exam? ايه الدرجة اللي انت حصلت عليها في اختبار الماس؟ Great. 35. I wanted to know the name of my friend's cousin. انا كنت عاوز اعرف اسم ابن عمي. 36. هلا asked علا. يا مستر ده كلام ايه؟ ده كلام مباشر غير مباشر؟ ده كلام غير مباشر جملة استفهامية. حضرتك في الجملة الاستفهامية لازم احط اربط بي دبليو اتش اللي هو وات. وفكر هنا في حته في نقطه مهمه جدا جدا جدا، حضرتك لازم تحط الاسم الاول اللي هو الفاعل وبعد كده الفعل فين؟ في الماضي. اللي عرفني يا مستر هنا كلمه ان الجمله دي ماضي، حضرتك عندك كلمه اسكت ماضي، يبقى هالا اسكت علا ربطنا بكلمه وات وقدمنا الاسم او الضمير على الفعل شي وود. تمام؟ تاني يا مستر هالا اسكت علا وات شي وود دو ذا فولوينج مانداي. وحضرتك انت لو جيت تبص هنا ويل مش هينفع عشان عندك اسكت. هنا قدمنا الفعل يبقى ده غلط، هنا في ويل يبقى غلط، يبقى الحل يا مستر هنا ايه بقى؟ حتى لو انت مش فاهم انت هنا الجمل في الاختياري قايمه على الاستبعاد، تمام؟ يبقى اخترنا يا مستر في رقم 36 وات شي وود. الصفحه المقابله 37 هشام اسكد مي اف جمله استفهاميه ربطنا الاف. يا مستر ويذر يعني الطقس، ذات مش هينفع عشان اسكد، ديد مش هينفع عشان ما بروتش بديد. هشام اسكد مي اف اي ووكد تو سكول. 38 the factory closed المحل المصنع قفل and all the workers were made redundant بمعنى كلهم بقى كده بقى خاليين من العمل من خاليين من الوظيفه redundant. 39 the manager threatened هدد المدير هدد to make us stay in late if we didn't work harder اذا لم نعمل باكثر جدا threatened هدد. 40 كريم promised that he would he would phone us the next morning. ده ماضي يا مستر لازم نحط معاها would والمصدر. تمام يا أستاذة؟ نقلب الصفحة. 41 the teacher suggested that الأستاذ اقترح that we do. بعد suggest بحط مصدر. suggest we do the exercise again. اوكي بعد suggest يا مستر بحط يبقى فاعل وبعد كده الفعل فين؟ في المصدر. افرض حضرتك يا مستر ما كانش فيه هنا ذات كنت تختار اي ان جي. تمام اذا بعد سجست لو مفيش فاعل لازم احط اي ان جي.
لا يا مستر عندي هنا وي. عندك هنا ذات وفي وي لازم احط الفعل في المصدر. يبقى هنا يا مستر the teacher suggests that we do او the teacher suggested doing على طول. 42 سيد recommended. اوكي هنا يا مستر بعد recommended بحط ing بمعنى ارشحها او اوصى. اوكي trying the ice cream ان احنا نجرب الايس كريم. شكرا يا سيد. 43 a president الرئيس مستر بريزيدنت. A president is the official leader هو القائد الرسمي of a country للبلد which does not have a king اللي ما يكونش فيها king ملك or queen او ملكة. President رئيس. 44 أيمن cannot apply for the job. أيمن مش هيقدر يتقدم الوظيفة in the bank في البنك because he is not qualified لأنه ليس مؤهلا qualified. 45 if you have a degree لو معك درجة علمية from a good university you will be very employable. خدناها من شوية. 46 should I have a fish okay or meat at the restaurant. I really can't make up my mind. Make up my mind يعني غير رأيه. Okay make up my mind make up his mind يعني غير رأيه. 47 my grandmother has spent a lot of time قضت وقت كتير reading تقرأ since her retirement. Retirement بمعنى التقاعد. Okay retirement. 48 he couldn't find work as a car mechanic so she is going to retrain as an electrician. Retrain بمعنى يعيد تدريب. تاني يا مستر كده he couldn't find work هو لم يستطع أن يجد عملا كميكانيكي so he is going to retrain as an electrician سيعيد التدريب ككهربائي. مع سزة نقلب الصفحة. 49 49 I've got a good idea أنا لدي فكرة جيدة why don't we play tennis this afternoon خدناها من شوية برضه. 50 The children did not let the wind stop okay الأطفال لم يتركوا الرياح stop the enjoyment. Enjoyment بمعنى متعة of the picnic. Enjoyment. 51 I wanted to know أنا كنت عاوز أعرف the name of my friend's cousin wanted to know. 52 my father advised me بابا نصحني to go بعد advice حطوا المصدر. My father advised me to go to bed early أن أذهب للنوم مبكرا because I had a test the next day لأن عندي امتحان في اليوم التالي. 53 companies الشركات need highly qualified staff محتاجين اوكي هيئة عاملين مؤهلة بطريقة عالية so they provide them with courses لذلك هم يدونهم بالكورسات بالدورات التدريبية. 54 we wondered تسألنا why he hadn't attended the meeting هنا يا مستر كلمة wondered بمعنى تسأل أو تعجب. طب ليه مستر ما حطتش طول؟ لا wondered بمعنى تسأل جملة استفهامية. اوكي advise مش هينفع لأن هنا مفيش تو تمام يبقى كلمة wonder تسأل أو تعجب جملة استفهامية. اللي عرفني يا مستر جملة استفهامية عن حضرتك عندك كلمة إيه why. 55 I hope my new skills أنا أأمل أتمنى إن مهاراتي الجديدة will get me a promotion إن مهاراتي تخليني أترقى promotion بمعنى ترقية. 56 My little sister is very good at making up stories. كلمة make up يعني يختلق يألف. Stories قصص. They are very funny. Make up يألف. الصفحة اللي بعدها. 57 It was hard to climb the mountain but it was worthwhile. ولكنها كانت تستحق. The views المناظر from the top were amazing. المناظر من أعلى كانت مذهلة. worthwhile تستحق اوكي الاهتمام اوكي او ذات قيمه عاليه. 58 مازن has had a promotion مازن اترقى he is now the manager دلوقتي المدير of the shop مدير المحل where he was an assistant حيث كان مساعدا فيما مضى. 59 it's includes the first day studying science at university so she needs to find the science department. Department بمعنى قسم. Department قسم العلوم. 60 the ship's captain قبطان السفينة ordered أمر the sailors البحارة
to work ordered to المصدر جملة استفهامية جملة أمرية أوكي مثبتة ordered the sailors to المصدر to work hard أن يعملوا بجد. حضرتك دلوقتي مع كلمة order في الجملة الأمرية المثبتة بحط to المصدر أو not to المصدر فهم كده؟ 61 my sister suggested بعد suggest حضرتك او recommend بحط ing مباشرة في حالة عدم وجود فاعل. my friend suggested going to the sports club after school. 62 Mr. Zaki ordered us to start running ان احنا نبدأ الجري around the park حول الايه المنتزه. جملة هنا يا مستر جملة امرية مثبتة بحط to المصدر. 63 we inquired about the price of a room at the hotel. خدناها من شوية. inquired بمعنى استفسرنا. 46 the teacher warned the students not to waste. الأستاذ حذر الطلبة جملة أمرية منفية بحط not to ألا حذرهم ألا not to waste time ألا يهدروا وقتهم. كلمة waste يعني يهدر أو يصرف أو يضيع. احنا مستر في صفحة جديدة دلوقتي. 65 engineering الهندسة is a worthwhile career مهنة تستحق الاهتمام worthwhile. 66 I think that is the new skills اعتقد ان المهارات الجديدة in this course في هذه الدورة التدريبية والمنهج will make you more employment. هنا will make you more employment. اوكي تاني يا مستر كده. I think that the new skills اعتقد ان المهارات in this course will make you more employable. هستاذن معاليك كده حضرتك ان employment هتبقى employable بمعنى هتخليك انت وفرصتك كويسة للتوظيف employable. 67 my brother will enroll enroll on يعني ينضم يلتحق. my brother will enroll on the English course at the American University. enroll بيجي دايما مع حرف جر on. 68 she told me to play for the shirt over there. told me بمعنى اخبرتني. هنا يا مستر قلنا told me اولا يا مستر جملة امرية اوكي جملة امرية مثبتة برب بتقول ايه والمصدر. الصفحة المقابلة حضرتك 69 she advised me to arrive early هي نصحتني ان اصل مبكرا مع الجملة الامرية بحط advise. الماضي من advise she advised me to arrive early. 70 my partner بمعنى رفيقي advised me نصحني to do exercises every day. advised me نصحني. 71 the partner الرفيق او الزميل suggested reading that good book. طب ليه مثل حطينا حضرتك suggested اولا بعد suggested هنا بحط ing لكن بعد said big that ordered me to مصدر told me that I وكمل هنا مستر my partner suggested اقترحها بيجي بعد ing ده مفتاح الحل يا مستر reading. my partner suggested reading that good book انا اقرا هذا الكتاب الجيد. 72 my uncle is a teacher in the language department في قسم اللغات at our school في مدرستنا. نقلب صفحه. 73 I told the teacher انا قلت للاستاذ I wouldn't attend ان انا ما كنت مش هحضر the following lesson الدرس اللي بعده. هنا يا مستر حضرتك هنا انت عندك told ماضي فين الماضي اللي زيه يا مستر هنا؟ انا قلت للاستاذ ان انا مش هحضر الدرس الجاي. اصل الكلام يا مستر I said to the teacher I will not attend the next lesson. فانا يا مستر حولت will الى ايه؟ الى wouldn't. تمام يا سادسة؟ 74 he admitted هو اقر اعترف that he had late the night he had arrived late the night before. admitted اوكي اعترف او اقر ماضي فين الماضي اللي بعده يا مستر اهو هات تصريف ده اسمه تبع ازمنه دي جمله يا مستر جمله خبريه اوكي في الكلام الغير مباشر هنا عندك ماضي لازم احط بعدها ماضي او ماضي تام لو عندك ماضي او ماضي تام غالبا بختار ماضي تام اوكي بيكون من هات تصريف ده.
75 my parents promised والدي promised me okay وعدوني that they might buy me a laptop if I succeeded. هنا يا مستر هنا هو حضرتك انت عندك ماضي، فين الماضي اللي في كله يا مستر هنا؟ حط باي غلط، بي مش صح، دي مش صح، فلازم حط مايت اوكي احتمال في الماضي. مايت باي مي ا لابتوب اف اي سكسيد، هيشتري لي لابتوب لو لا نجح. 76 هي بروميسد هي ماضي يا مستر، لازم حط هي وود والايه والمصدر. لو تيجي تبص هنا ايه ويل هيلبس كل دول غلط، فلازم نحط ايه الحل محصور يا مستر بين شود وود اوكي، فاختار وود على اعتبار ان الجمله هنا بروميسد هي وود اوكي هيلب مي از سون از هي كود. هنا مفيش طبعا مش هينفع اختار شود عشان الجمله هنا مش بمعنى يجب اوكي. الجمله اللي بعدها يا مستر هي ازنت كواليفايد، هو غير مؤهل فور ذس سبيشال تاسك لهذه المهمه الخاصه او هذا العمل الخاص. كواليفايد مؤهلا. 78 to be a successful computer programmer you should have certain skills، يجب ان يكون لديك اوكي certain skills بمعنى مهارات معينه skills. 79 most companies need highly qualified staff، highly qualified staff بمعنى هيئه عاملين مؤهله مدربه اوكي بطريقه عاليه. 80 دكتور زويل was conscientious and dedicated. He loved his work so much. كان لديه ضمير جدا اوكي وكان مكرسا مكرس حياته لهذا العمل. He loved his work. احب عمله so much. Conscientious. محب لعمله. لديه ضمير. نقلب صفحة. 81 my uncle's promises. اوكي يا مستر هنا ده كلام غير مباشر. Promises يوعد، ده فعل قول. اذا يا مستر هنا لازم احط بعد promises فعل قول المضارع لازم احط ويل والايه والمصدر. عمي او خالي بيوعدني اوكي ذات او ممكن اشيلها اوكي هي ويل ميت مي ات هوم. 82 موست بيبل معظم الناس اي نو اللي انا اعرفهم لايك تو سبيند كريسمس ات هوم. 38 to get a promotion لكي تحصل على ترقيه you have to make outstanding achievements، يجب ان تقوم بانجازات هائله. 48 I'm gonna to enroll، انا سانضم سالتحق on an English language course at university at Cairo University. الصفحه المقابله. My friend is thinking of، صديقي يفكر في الانضمام او التحاق enrolling on مفتاح الحل on finance course اوكي دوره تدريبيه ماليه at the business college. 86 many teenagers الكثير من المراهقين البالغين think يعتقدون that they have the maturity اوكي maturity يعني النضج to understand life properly ان هم يفهموا الحياه بطريقه مناسبه. 87 I worked hard all day around انا اشتغلت طول اليوم بجد. But I had failed لكن فشلت. To achieve my goal انا اتم احقق هدفي. Achieve my goal. 88 all his dreams كل اماله كل احلامه and ambitions وطموحاته came true تحققت. Dreams and ambitions came true تحققت. صفحة جديدة مستر. 89 he said a moment ago that he sold his car last month. هو قال من لحظة يا مستر اوكي that he sold انه باع his car last month. حضرتك هنا عندك a moment ago بحط معها ماضي تمام كده. 90 he said that just now هو قال لو عندك just now اوكي لازم يا مستر حط الجملة مضارع او مستقبل. he said just now خد بالك من just now that he is reading a new story مهمة جدا يا مستر مع a moment ago مع just now يا مستر بحط مضارع او مستقبل اوكي. هنا يا مستر جينا في الجملة مفيش مضارع فلازم احط ايه هنا ايه ماضي تمام. هنا يا مستر حضرتك عندك just now ولازم احط معاها مضارع او مستقبل. ايه الموجود من كله يا مستر؟ is reading ده مضارع مستمر. 91 I am a young employee انا موظف اوكي صغير شاب.
in a big company and I'm very ambitious. وانا لدي طموح. Okay. 92 the doctor gave them a prescription ادهم روشتة to take okay to take it to the chemist. Chemist يعني الصيدلي. الصيدلية نفسها المكان نفسه. Okay. بس هو كلمة pharmacy. الصفحة المقابلة. 13 okay 93 محمود promised وعد ماضي he would not tell anyone what I had said. حضرتك هنا يا مستر بتكلم في زمن الجملة ده يا مستر كلام غير مباشر. محمود برد دفع القول الماضي فلازم بعدها ماضي واللي بعد الماضي ماضي تام. وحضرتك هنا فكرة جميلة جدا احنا اتفقنا دلوقتي انت عندك برومس وعندك ود لازم تحط في الاخر ايه ماضي صح؟ فين الماضي في كل يا مستر؟ بداية هنا لازم بعد وات اداة الربط هنا في الجملة الاستفهامية برضو مثلا وات هنا لازم احط لازم اقدم الفاعل او الضمير او الاسم او الضمير على الفعل. لو انت بتبص هنا حضرتك هنا اي بعد هاد اي بعد هاف والجمله هنا يا مستر يبقى هنا محصوره يا مستر بين بي ودي الاثنين صح يا مستر؟ لا هنا لازم احط الماضي لكن ده مضارع فاستبعد دي فالحل يا مستر اي هاد. تمام يا اساتذه. 49 don't ask about my salary ما تسالنيش عن الراتب بتاعي because this is a personal affair امور شخصيه. تمام personal affair. 95 you have to wear formal clothes انت لازم تلبس بقى لبس رسمي كده for an interview للمقابله الشخصيه formal يعني رسمي تبقى لابس الكرافته بقى والبدله والكلام الايه الجميل ده. 96 when I promise that she will حضرتك هنا هو انت عندك tomorrow مفتاح الحل فلازم احط ايه will be. تمام كده يبقى منى promise that she will be home tomorrow. نقلب الصفحه. 97 منى has just told اميره ذات حضرتك مع just has just told لسه قايله لها that they are going to their friend's wedding tonight are going ده ترتيب ترتيب في المستقبل مضارع مستمر قد يعبر عن ترتيب سيحدث مستقبلا. 94 98 my little sister is a social person اختي الصغيره اجتماعيه she enjoys okay she enjoys the company of others هي بتحب بقى مصاحبه الاخرين من زملاتها البنات يعني. 99 he isn't qualified for this special task هو غير مؤهل لهذه اوكي المهمه اوكي الخاصه. 10 100 I achieved my ambition انا حققت طموحي when I became engineer عندما اصبحت مهندسا عبال كلكم اسد. 101 he is fluent هو طلق in English فصيح في اللغه الانجليزيه he speaks it without stopping or making mistakes بيتكلم بدون توقف او ارتكاب الاخطاء. 102 one cannot المرء الشخص one cannot drive a car without a driving license license رخصة القيادة driving license 103 the scientist awarded the Nobel Prize العالم الذي منح او الممنوح جائزة نوبل ماله يا مستر died this month توفى هذا الشهر. انا يا مستر مش هينفع اقول was awarded تمام انا مستر انا بقول the scientist awarded this ذا نوبل برايز كل ده الفاعل كل ده كل ده المبتدا. اذا يا مستر هنا دلوقتي بقول تاني ذا ساينتست اوورد ذا نوبل برايز ماله في الخبر بتاعه دايد ان دايد ذس مانث 104 هي سيد حضرتك عندك كلمه سيد فعل القول الماضي يبقى هي وود اوكي ده الماضي هي وود بي ايبل تو هيلب مي ذا فولوينج داي. تمام استاذه كده الحمد لله انتهى الجزء الرابع من المراجعة وانتظرونا وانتظروا بقى الجزء الخامس وبعد الجزء الخامس في امتحانات جميلة جدا على الاختياري الوحدات والقواعد وعلى القصة وعلى الكومبرهنشن وعلى الترجمة. ربنا معاكم يا اساتذة. دروس اونلاين اعداد وتقديم ياسر صديق في امان الله.